السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم ديسير تيراميسو، واحد ديسير معروف طالياني ولكن رائع، واللي زوين فيه ما كيطيبش، يعني كل شيء كيكون حاضر وما كيطيبش. فان شاء الله غادي نبدا معكم بهذا بالمقادير ديال، المهم غادي نحتاجوا اكيد هادو كيقولوا لهم مشات لي بالفرنسي الكلمه، ولكن المهم ليدي فينغرز اللي هي اصابع الست كيقولوا لها في الدول الشرقيه، اصابع الست اللي هي هذه كما كتشوفوا، ضروري هادو باش نخدمو. غادي نحتاجو الكريمه، غادي نحتاجو 200 غرام، غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نحتاجو 250 غرام ديال جبنه الماسكاربون، جبن الماسكاربون هذا راه معروف هو بحال شكل كريم تشيز. هنايا غادي نحتاج نص كاس ديال السكر كلاصي، بغيتو ديرو قل بغيتو ديرو اكثر، الحلاوه كترجع ليكم. صافي غادي نحتاجو كاس ديال الماء سخون، انا ما بغيتش نحطو كاس ديال الماء سخون، غادي نخلط به هاد القهوه هادي كاس ديال الماء سخون. صافي وبالنسبه لهاد ليدي فينغرز غادي نحتاج 20 حتى 22 قطعه، المهم على حسب المول مثلا اللي غتستعملو. انا غادي نستعمل هاد المول، فمتوسط ما كبير ما صغير على حسب المول اللي غادي تستعملو. هادشي اللي كاين، ان شاء الله ندوزو للطريقات باش نخدمو. باش ما نطولش البنات عليكم الفيديو، شنو غادي ندير؟ غادي نشد الكريمه ديالي، غادي نطلعها مع السكر ياك، ومني غادي نطلعها غادي نزيد عليها هاد الكريمه ديال الماسكاربون. نطلعها نزيد نطلع هادي نزيد عليها هادي، عاد غنزيد عليها هاد الجبن ديال الماسكاربون ونخلطهم بثلاثه، وغيكون هادو عندي واجدين. وغادي نشد القهوه، صافي غادي ندير كاس ديال الماء سخون ونخوي عليه هذا، غنديرها معكم ان شاء الله، وعاد نمشي نضرب هذا ونرجع ان شاء الله. المهم البنات كما كتشوفوا معايا ضربت الكريمه ديالي، دابا هاد الكريم هذا ديال الماسكاربون حتى هو غادي نزيدو هنا وغادي نضربو. الا ما بغيتوش ولا ما عندكمش زعما هاد الماسكاربون، ما كنظنش كي في شي مناطق في المغرب ما كاينش، دوك المناطق اللي بعاد على المدن الكبرى راه ممكن تستعملوا الكريم تشيز، واخا الماسكاربون زعما المذاق ديالو احسن مع هاد الحلوه، ولكن ممكن حتى الانسان يدير البديل. فانا ان شاء الله غادي نطربهم ونرجع معكم ان شاء الله. رجعت معكم، صافي كما كتشوفوا معايا الكريمه ديالي ها هي واجده، غادي نجيب الشكلاط ديالي وغادي نجيب البسكوي ديالي حتى هو هنا. صافي دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد غير كنخشيها وكنعاود نجبدها، نخشيها نجبدها، ما تحاولوش تفزقوها يعني بزاف، تخشى وتجبد، هي اصلا كتشرب. حسب المول اللي عندكم باش نزير. صافي هادي غادي نقسم، غادي ندير هنا صافي، غادي نجيب وحده اخرى غادي ندير هنا صافي. هادشي اللي كاين، غادي نجيب هاد الكريمه ديالي نحاول نلبسها مزيان،
لا يعني ماشي غير نديرو طبقة ديال البسكويت، طبقة ديال هاد الكريمة. حنا نغطيوها مزيان. اصلا المذاقات ديال القهوة مع هاد الكريمة او هاد الماسكاربون كيجي كيعطي واحد المذاق رائع. ندير طبقة واحدة أخرى. غادي نعاودو نفس داكشي اللي درنا المرة الأولى، نعاودوه. نتوما كتحاولوا كيفاش تصفوا على حساب المول ديالكم، ما بغيتش نضيع انا البلايص خاويني بقاو ليا، داكشي علاش شفتوني بدلت الطريقه. هذه دابا بكيه ديال هكا. البلايص اللي خاوين تحاولوا تعمروهم. البلايص اللي خاوين نحاول نعمرها هكا كامل. البلايص اللي خاوين نحاول نعمرهم. كنظن سديت كلشي صافي. غادي نكمل نغطي طبقة تاني ديال الكريمة. صافي دابا كما كتشوفوا كملتها اخر مرحله. غادي نجيب الشكلاطه ديالي غبره وغادي نحاول نغطي هاد الفوق كله بالشكلاط. نغطى مزيان. غادي ندخلها للثلاجه المينيموم ساعتين. شحال ما خليتوها في الثلاجه اكثر من ساعتين شحال ما مزيان. المهم انا غادي ندخلها للثلاجه ونتلاقى ان شاء الله معكم ملي تكون واجده باش نفتحوها نقطعها يعني ونشوفوا كيفاش غادي تجي. رجعت معكم من بعد ما خليت هذه في الثلاجه. انا حطيت خليتها شي 6 سوايع، 6 سوايع تقريبا. صافي كما كتشوفوا هي عاديه. غادي نحاول نقطعها نقسم معكم.
معايا قطعتها ها كيفاش كتجي من الداخل. وهنايا نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتكون. كنتمنى نجربوها كتجي رائعة لذيذة زوينة شيشة. هذاك البسكوي كيولي رطيطب صافي. هادشي اللي كاين. كنتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. الفيديو هنا كيسالي. كنقول لكم السلام عليكم في امان الله.